بتهيألي مش محتاج افكر كتير عشان اقول ان ده اغلى عيش حضرتك جبته قبل كده. هو فعلا اغلى عيش جبته في حياتي لاني دفعت ثمنه غالي جدا. احكي لنا اكتر عن تفاصيل الواقعه وتفاصيل الاصابه. اليوم ده انا كنت متفق مع المدام ان انا بعد ما اخلص صلاه الظهر هتنزل لي عشان نروح نجيب العيش. فطبعا احنا مشينا في شارع كنيسه الاقباط اللي فيه الكنيسه المرقسيه. لقيت الظابطه واقفه الصغيره كده واقفه وعامله ايدها كده، وفي ظابطه تانية قاعده على كرسي. عجبني ان انا اكون من الوطنيه عندي ان انا اجي جنبهم واتصور سيلفي. اول ما وصلنا قدام باب الكنيسه على الرصيف الثاني حصل الانفجار. في انقاذ المواطنين من خسائر فادحه في حادث الكنيسه المرقسيه. يعني المفروض ان الانتحاري داخل يدخل الكنيسه بحزام هو يعني يعوق حركته او يمنعه من الدخول، ولكن حصل الانفجار. عايز اقول لك انا ما حسيتش بحاجه خالص، ولا اني بتصاب ولا بتكسر ولا الهواء. فانا ببص لقيت نافوره دم خارجه من ايدي. رجلي الشمال المصورة دي اللي هي بين الركبة والفخذ ما كانت بتدشدشة طبعا، احتجت العمليتين فيها. ورجلي اليمين دي يعني مرة جبسولي والمرة تانية برضو عملوا لي عملية فيها. ايدي دي ما بقتش تقفل بالكامل، يعني ما بقدرش امسك بيها قلم ولا امسك بيها معلقة او حتى البس بيها هدوم. انا لغاية النهاردة الحاجة بتساعدني لما باجي البس هدوم. أنا فتحت عيني على حاجات يعني صعبة جدا، الله يرحمهم. أعتقد حضرتك عمرك ما هتنسي وشوشهم. طبعا المشهد اللي أنا شفته حبيته، وإن أنا كنت عايزة أوصل له عشان أتصور معاه. طبعا دايما أفتكره، حقيقي دايما بفتكره. أكيد بينك وبين نفسك كنت بتقول أنا راجل صاحي الصبح عادي لازم رايح أجيب عيش. ليه يحصل لنا كده؟ اشمعنى انا بالذات؟ انا سبحان الله يعني هو مقدر لي ان يحصل لي الكلام ده. وبعدين انا يمكن اخف من الاصابات الكتير، انا في ناس جنبي استشهدوا وفي ناس حصل اصابات كتيره واصابات اخطر واكتر مني. حتى لما سمعت ان رجلي دي ممكن يقطعوها لي رجلي اليمين قلت لهم ايه يعني؟ حته مني هتروح عند ربنا هتسبقني. في شهر ابريل جاي تقريبا هيبقى فات 6 سنين على الواقعه. لسه في احساس بالخوف ان احنا نعدي بنفس الشارع؟ ما اكذبش عليك، انا في البدايه بعد الحادثه كنت يعني ببقى قلقان، فكنت بلف من شارع بعدي. لكن طبعا بالتاكيد انا هستمر اعدي من الشارع، والحياه لازم تستمر، وهفضل اجيب عيش لان مش هنبطل ناكل عيش، والحمد لله على كل حال يعني.